ألو، نعم. شفت الخبر اللي عم بيسان؟ لا، ما شفته. بعدت لك يا شوفي. مستحيل هالحكي. كمان انت ما كان عندك علم انها رح تبات عند بارش؟ لا، ما كنت بعرف. قالت لي انها رح تنام عند رفيقتها. معناتها حضرتها نامت عند بارش. كذبت عليكي. حركات جديدة، ممتاز. كلكن قاعدين على أعصابكن، ما هيك؟ طبعا. يعني طول ما كلمة إيجو للبيع قائمة، شلون بدنا نرتاح؟ ومثل ما بتعرفي مخطط سراج، فأسمعه هلأ وما عاد يزبط. فريدة، ليكي أنا بات الوكالة لحدا تاني، واليوم خلصت إجراءات البيع. والله؟ يعني خلاص إيجون باعت؟ معناتها لازم نبارك لك بهالمناسبة. طيب والجهة اللي اشترت نحن منعرفها؟ يعني تعتبر حدا جديد بالسوق. شو اسمها؟ فيك تقولي لي؟ قال بدها تجي على الوكالة وتعلن الخبر بنفسها، وأنا وعدتها بهالشي. خلاص بكرة رح تعرفوا أصلاً. خلاص، بتوقع من هلأ ورايح ما عاد نلتقي أنا وياكم. خاطرك فريدة. مع السلامة جيلان. أهلا وسهلا فريدة خانم. لبين ما لقينا هالاسم نادر ضل يفكر أسابيع طويلة. إن شاء الله ما يتغير هاد كمان. ما فهمت. خبر حلو ولا لا؟ والله لسه مو مبين إذا كان حلو ولا مو حلو. لنشوف. شو راح نشوف فريدة؟ شو كل هالغموضة؟ جيلان باعت الوكالة ومشي الحال. لمين؟ ما قالت، بس اليوم راح تجي ونشوفها. بتمنى يكون حدا ما يزعجنا. من شوي دمرت حلم صبية تانية، ما لازم بس لحافظ على حلمي. أنا ما كنت هيك ميرال، بعمري ما عملت هيك شي. طيب اهدي شوي. لو دري سراج أوزال كان رح يجي ويقول لي، أنا قلت لك يا بتكوني سمكة قرش وبتاكلي غيرك بهالوسط أو هنن رح ياكلوكي، وهي صرتي سمكة قرش. أنا ما بدي يكون هيك ميرال. أنتي كنتي تقولي إنه وسطكن كله تنافس، وكنتي تقولي لي إنه أحياناً حتى المنيح ما بيطول فيه كتير، مزبوط؟ أنتي عملتي يلي لازم تعملي. أنا رح لاقي شغل تاني لنيفين. أنا رح كمل بهذا الوسط مثل ما أنا، ما رح أتغير، ما رح أمشي، بس ما رح أتغير.
أهلا وسهلا مدام. سلام سهيلة. بدك تشوفي سراج بي؟ مو ضروري. ميادة خانم أهلا وسهلا. أهلا تولي. ميادة مرحبا. يا ريت الكل يتفضلوا على قاعة الاجتماعات. شو هاد؟ والله أنا كمان ما فهمت، إذا عم تقولي نقعد مع بعض ونشرب شاي وقهوة التراس موجود. بدي إياكم باجتماع عمل إذا ممكن. أنت اشتريت الوكالة؟ بالضبط. أو لنقول اشتريت حصة الأسهم الأكبر. يعني من هلأ ورايح في مرحلة جديدة بإيكو.